السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الرابعة متوسطة إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه. غادي نديروا الفرد الفصل الثاني بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بون قروا معايا وليداتي أخواتاتي. قال لك ماي فيفرت تيتشر مدرستي المفضلة. I have got a very special teacher in my life. قال لك كانت عندي أستاذة ولا مدرسة خاصة جدا في حياتي. In my school life, في حياتي المدرسية, I've changed a couple of schools and met with so many amazing teachers, but never found someone like her. قال لك في حياتي المدرسية صرا لي تغيير زوج خطرات تاع مدرسة, والتقيت بالعديد من المعلمين الرائعين, بصح جامي لا شفت وحدة كيما هي. Yes, she is my favorite teacher. نعم هي أستاذتي المفضلة. I'll write about her today. غادي نكتب عليها اليوم. Her name is Katrina Patel. اسمها كاترينا باتل. From Delhi, من دلهي يعني من الهند. I was student of class 5 when I first met her. قال لك كنت تلميذة ولا طالبة في الصف الخامس سنة خامسة كي تلاقيت بها أول مرة. Five when I first met her, she was our class teacher. قال لك كانت was our class teacher, كانت أستاذة تاعنا تاع كلاسة. She used to teach us English, كانت موالفة تقرينا English. I have never seen someone speaking English well like her. قال لك جامي لا شفت واحد يعرف يهضر لونجلي كيما هي. She was 26 years old. كانت في عمرها 26 سنة. Her voice was really sweet and she used to recite poems and sing for us in the class. قال لك كانت في عمرها 26 عام وكان لافوا تاعها الصوت تاعها كان رقيق شباب حلو. وكانت دايرنا القصائد وتغني تغلينا تغلينا في الكلاسة. كانت تغني لهم في الكلاسة. I really enjoyed that thing about her. أنا كيما قالك في كيما نقولوا حنايا استمتعت بزاف بهذا الشيء اللي كانت ديره زعما. She was very punctual and has never been late in class. قالك كانت بزاف منضبطة ودقيقة وجميلة جات متأخرة للكلاسة للقسم. Her teaching style was modern and a little bit different for another English teacher. قالك كان الأسلوب تاعها تاع كي تقرينا التدريس تاعها كان كيما نقولوا حنايا جديد, وكانت ستايل مودرن يعني حديث, وكانت مختلفة بعض الشيء عن زعما المدرسي اللغة الإنجليزية الأخرين. She was innovative and modern. قال لك كانت وحدة مبتكرة تبتكر, ومودرن يعني حديثة جديدة يعني وكانت جديدة. She has got an amazing personality. كانت عندها شخصية مدهشة, which makes her attractive. اللي خلاها attractive جذابة, واحد جذاب زعما يجذب. Besides teaching, she used to write articles for local newspapers. قال لك من جهة واحدة أخرى تاع ماشي إلى جانب التدريس باي إكزومبل, كانت تكتب المقالات الصحف تبع تاع المحلية. Her favorite writing topic was history and I loved reading her writings. قال لك المقالات كاع تاعها كانت تكتب زعما المواضيع المفضلة تاعها كانت تكتب على التاريخ,
وانا كنت نبغي الكتابات تاعها. She was really motivating and marvelous personality that all the students liked. قال لك كان كيما نقولوا حنايا كانت هي شخصيه واحد motivating يعني تحفز, and marvelous يعني رائعه, يعني كيما نقولوا حنا محفزه ورائعه, اللي حقا كانوا الطلاب على بها كانوا يبغوها باسكو كانت شخصيه محفزه تعطيك التحفيز وتزيد وتزيد تعطي لك, كانت رائعه. We respected her so much, كنا نحترموها بزاف. And she loved us, وكانت تبغينا, especially when we complete our homework, وخاصة كي كنا نكملوا الواجبات تاعنا المنزلية. And she, I wish to meet Katrina again and spend some time with her. أنا متمني نعاود نقابل نتلاقى مع كاترينا ونفوت معها وقت, بعض الوقت معها. هذا هو النص تاعنا أولادي كي قرينا, دروك نروحوا عند reading comprehension. هنا قال لك كاترينز, هنا read the text and answer by true, false or not mentioned. نقولوا صحيح أو خطأ ولا غير ما صرحوش به ما قالوش. كاترينز articles were interesting. Interesting. Est-ce que مقالات articles يعني مقالات تاع كاترينا كانوا بزاف مهمين؟ ما قالوش هنا interesting يعني not mentioned. Not mentioned. هنا قال كاترينا باتل has always been late in her class. دائما كانت تجي متأخرة في الكلاس تاعها. أنا قال لك and has never been late in class. يعني فولز, جامي لا جات متأخرة للكلاس. هنا قال لك كاترينا باتل used to speak English well. أسكو كاترينا باتل كان متعودة تهضر لونجلي بيان؟ بيان سور. هنا قال لك, هنا قال لك I have never seen someone speaking English well like her. جامي لا شفت واحد يهضر لونجلي غاية كيما هي. صافي هنايا كاترينا باتل used to speak English well. Yes. هنايا true. Okay. أنا قال لك activity to read the text again and answer the following questions. غادي نقراو النص جيدا ونجاوبوا على الأسئلة. Did Katrina used to sing for her students? اسكو موالفة كاترينا تغني للطلاب تاعها؟ علاش قال لك؟ قال لك her voice was really sweet and she used to recite poems and sing for us in the class. موالفة تغني لنا. صافي شنديرو؟ yes فاصلة مادام بدات بديد يعني short answer يعني short or short yes or no question. يعني نديرو yes or no. Did Katrina used to sing for her student? Yes, she did. Yes, she did. مادام بدات بديد نديرو yes, she did. Okay. Why did all the students like her? لماذا؟ why؟ لماذا؟ قاع ال student like her. على يبغوها قاع. هنا عندنا الجواب. هنايا liked. على students liked. يعني يبغوها. شانديرو she was really motivating and marvelous personality that all the students liked. صافي نقولو because, لا نقولو the students like her, because she was really motivating and marvelous personality. اوكي دوك نكتبها ونرجع لكم. ايوا هذا الجواب يكون كالتالي, the students liked her because she was really motivating and marvelous personality. Okay. And I get like find in the text words that are closest in meaning to. نشوفوا الأقرب للمعنى. أنا يا wonderful, wonderful يعني رائعة مدهشة. وهنا عندنا finish. Wonderful هي amazing, amazing. هي دي amazing. Amazing, wonderful يعني amazing. وهنا finish يعني كمل, كملت finish ينتهي ولا ينهي. هنا عندنا complete, when we finish نجمو نقولو we finished ولا complete our homework. Complete
يعني كمل. هنايا انشنت يعني حاجه اونسيان، حاجه قديمه. هنا عندنا مودرن يعني حاجه حديثه جديده، مودرن. هنا عندنا سيم، عندنا كيف كيف. لو كونترير تاعها هي ديفرنت، هي لو دي الاخر مختلفه. ديفرنت هي دي ديفرنت. اوكي نروحوا عند التمرين واحد اخر عندنا هنايا. Mastery of language activity 1. Fill in the gaps with the appropriate adjective from the list. عندنا هنايا لي زادجكتيف صفات وحنا غادي نديروهم هنايا. Careful يعني واحد حذر حذر. Thoughtful thoughtful يعني واحد يخمم يخمم، رزين عميق التفكير، واحد تفكير عنده عميق التفكير، ولا واقور ولا واقور فاهمين. undisciplined واحد ماشي مربي غير مهذب. هنايا helpful يعني متعاون. بون هنا قالك سلمى is a person شوالا she offers help to others، تتعاون الناس واحد اخرين يعني helpful متعاونة. helpful اوكي. انا احمد is so، احمد هو شوالا. he looks after his family يعني يعتني باسرته، واحد اللي يعتني باسرته يعني careful حذر. careful he care about his family يعني يعتني باسرته. he cares about her his family he cares about his family. okay pupils don't respect their teacher، الناس اللي جامي لا يحترموا الاساتذه تاعهم هما. undisciplined pupils don't respect their teachers، جامي لا يحترموا الاساتذه تاعهم. my friend is a، شكون هو؟ person who think about what is good for others، اللي دائما يخمم اللي يعرف شوالا thinks يعني يخمم يفكر في صوالح اللي ملاح للآخرين. هو thoughtful يعني التفكير، واقور اوكي حاضر رزين. هادو كاع write the verbs between brackets in the correct form. غادي نكتبو هنايا لي فيرب اللي هنايا في الزمن تاعهم. I remember when، كي نقولو when I remember when نتفكر عندما. I was when مادام I الفيرب to be شي يولي verb to be عندنا يولي was ولا were. was or were في الماضي. was تمشي مع ال I she he it، والwere تمشي مع you we they. اوكي هادو هما were وال was. بون هنا عندنا I remember I was 6 كي كنت في عمري 6. my father take me to school، هنا عندنا take. while we walk and chatting، بويا كان يديني معاه للسكول، حاجة كانت في الزمن الماضي كانت مستمرة. و en même temps كنا نتمشو ونهضرو. my father was taking me to school while we was walking. we were walking. زيدوا الاي ان جي باسكو هنايا حاجه مستمره في الماضي. was taking me to school كان يديني معاه لسكول. اوكي ومن بعد وحنا كنا نتمشوا ونهضروا. لا عفوا هنا ماشي هنايا took me، هنا took في الماضي. took me to school
while هنا اللي تجي more while اللي تجي the past continuous while we were اسكو قلت لكم we we you with they تمشي معاهم ال were walking كنا and chatting كنا نقرو كنا نتمشو ونهضرو صافي هنايا نديرو past continuous past continuous past continuous عندنا was or were plus الverb plus ing درنا الverb تاعنا وزدنا لها ing والwere ما تنساوش الwere اوكي هنايا ومن بعد قلنا I saw my teacher for the first time شفت معلمتي لأول مرة اوكي هنايا classify the following verbs in the table according to the pronunciation of the final ed هنا عندنا الفاينل ed كيف تقرا هنايا t هنا d وهنا ed اوكي هنا عندنا helped مور البي دائما ينطق الايدي ينطق t helped هنا عندنا added هنا added هنا عندنا cad باسكو cat وهنا عندنا finished مور الاساش finished هذا هو اوكي راني ديرت لكم درس عليه وراني ديرت لكم مراجعه تقوم في الكتاب تعرفوا مور البي تنطقتي مور الاس اش تنطقتي اوكي نتوما دائما طالعوا على هذا الاخر هذا الفاينل اي دي اوكي نروحوا دروك بارت 2 عندنا ريتن اكسبريشن during your school life بين في فتره حياتك المدرسية you have met many teachers تلاقيت مع بزاف المعلمين ولا أساتذة write a paragraph in which you describe your favorite teacher who taught important things that have affected your personality قال لك أوصف أستاذ تاعك المثالي اللي تبغي le préféré تاعك اللي تعلمت من عنده أشياء مهمة اللي أثرت على البرسوناليتي تاعك على الشخصية تاعك أنا راني درت لكم واحد شوفوا نعلمكم كيفاش تجبدوا من النص أنا بالعاني شوفوا describe my favorite teacher أنا جبت لكم شوية من النص باش تعرفوا كيفاش تجبدوا من النص I have still remember in my school life راني مازال نتفكر حياتي المدرسية I have got a very special teacher who taught me very important things that have affected my personality. راني مازالني نعقل على كان عندي أستاذة سبيسيال فريدة من نوعها اللي علمتني بزاف صوالح أشياء اللي أثرت على الشخصية تاعي. Her name is ياسمين هنا تكتب اسمها هنا يجبت من النص تبعوني. From سيدي بالعباس تكتب from by example أي ولاية she was our class teacher هي أستاذة تاعنا تاع كلاسة she used to teach us French موالفة تقرينا فرنسي I have never seen someone speaking French well like her جامي لشت وحدة تهضر فرنسي كيما هي she was 31 years old راك هنا توصف فيها كانت في عمرها 31 عام She has got an amazing personality. كانت عندها شخصية عظيمة. Amazing. شابة كما نقول هنا يا. رائعة. She was motivating and encouraging us to study. وكانت تكوراجينا تشجعنا باش نقراو. I learned from her how to be persistent. كانت كيما نقولوا حنايا تعلمت منها كيفاش نكون مثابر. And I don't give up. وجامي لا نستسلم. And I will win and defeat life. إلى قلي ننجح ونتحدى الحياة. And to fight for my goals. وغادي نقاتل من أجل أهدافي.
I wish to meet her again and spend a special time with her. أنا متمني نتلاقاها ونفوت معاها زعما لحظة special معاها. Okay, هذا هو ال paragraph تاعنا اللي عم نقرأه لكم. I have still remember in my school life I have got a very special teacher who taught me very important things that have affected my personality. Her name is Yasmin from Sidi Bel Abbas. She was our class teacher. She used to teach us French. I have never seen someone speaking French well like her. She was 31 years old. She has got amazing personality. She was motivating and encouraging us to study. I learned from her how to be persistent and I don't give up. And I will win and defeat life and to fight for my goals. I wish to meet her again and spend a special time with her. هذا هو الباراغراف تاعنا وهذا هو الفرد تاعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا وحليتوا معايا هذا الفرد. نتمنى لكم حظ موفق للجميع. ماذا بكم ما تنسوا الجيم اشتراك في القناه اللي ماش مشترك. ربي يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.